أن العاصي المبتلى ببعض الذنوب التي أعياه الخلاص منها عليه أن يقترب من أهل العلم ومجالس العلم ويصبر نفسه عليها، وإن أبت نفسه في أول الأمر وتلددت فليلزمها، فإنه إن صبر نفسه على ذلك واقترب من أهل العلم ومجالسهم يسر الله له من أبواب التوفيق وانشراح الصدر والخلاص من الذنوب وأضرارها وأخطارها ما لا يحتسب. والقرب من أهل العلم غنيمة، وسؤالهم عما أشكل نجاة وسلامة. ثم يستفاد أيضا من بسط الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الجواب بهذا البسط الوافي أن صبر العالم على السائلين ورحمته لهم وبهم ولينه معهم ورفقه بهم وتلطفه في جوابهم، كل هذا له مردوده الحسن وثمرته العظيمة في قرب هؤلاء من الخير وبعدهم من الشر.